اللي صار يعني كمان كل هذا توافق مع توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء، اللي هي كانت يعني هي يمكن أنا بعتقد الأساس اللي كان بني على عليه التغيير، لأنه اللي بتابع خلينا نسميه الصياغات المتعلقة بتطوير وتعديل قانون العقوبات في الأردن، في المسودة الأولى ما كانش موجود بالمناسبة، اللي هو إلغاء المادة 308. ما استجد هو بعد توصيات اللجنة الملكية ومباركة جلالة الملك لهذه التوصيات، وأيضا يعني حث الحكومة والطلب من الحكومة على اللي وضع هذه التوصيات موضع التطبيق، واللي انعكس سواء على تعديل المادة 308 وحتى على تعديل اللي هي المادة 208 اللي هي أيضا المتعلقة بالتعذيب. يعني هناك العديد من التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة الملكية لتطوير القضاء هي انعكست على اللي هي مجمل التشريعات التي أقرها البرلمان في الدورة الاستثنائية. يعني هذا هو مطلب للمجتمع المدني، لكن هذا ما كان هذا المطلب أنا بعتقد ليتحقق لولا أن هناك إرادة سياسية عليا في البلد دفعت باتجاه إحداث هذا التغيير. طيب، وكتب اليوم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أنه الإرادة السياسية كانت هي مطلب أساسي في إلغاء المادة 308. إذن ليش بعض مؤسسات المجتمع المدني عملوا اللوبينج مدام أنه إرادة سياسية موجودة بتوصيات لجنة تطوير القضاء الملكية؟ وين الهدف؟ الهدف انه هذا جزء من الاجنده طبعا، يعني ما فيش مشكله اصلا. يعني هو لا هو شوف يعني احنا نشوف الموضوع كمان المشكله من زاويه اخرى. هلا جوهر هذه المشكله تتعلق باللي هي فكره اللي هي الرضا الحر للضحيه. يعني هلا يعني بنشوف المشهد بصوره اوسع شوي. يعني العلاقات الجنسيه في العالم بالمناسبه حتى داخل مؤسسه الزواج تقوم على الرضا الحر، عشان هيك في دول كثير في العالم الان بتجرم الاغتصاب الذي يقع بين الازواج. يمكن هذا يعني خلينا نسميه مشهد غريب عندنا سواء اجتماعيا او حتى على التشريع الاردني، بس ممكن نشتغل عليه بعدين، بس حتى بالاسلام يعني هذا يعني هذا الشكل من اشكال الزواج الذي يعني يهدف بالاخير الى اسقاط عقوبه عن مجرم بالاخير، هذا منحرف، وهذه طفله، الطفله تحتاج الى رعايه بالمناسبه. ويمكن كمان جزء يعني كان انا واحده من الاشياء اللي دائما بحكيها، ويمكن حتى غابت عن التعديلات التشريعيه وحتى عن الرؤيه المتعلقه بتعديل المادة 8، انه هذول ضحايا يحتاجوا الى رعايه نفسيه، حق هؤلاء من يكفل حق ضحيه جريمه الاغتصاب في الرعايه النفسيه. واحنا اكيد اذا بنشوف ومنتابع العالم وين بصير، اول شيء بفكروا فيه معاقبه المجرم، بس كمان اللي هي الرعايه النفسيه.